خلينا نروح أرد أشوف الأجهزة اللي عندك. هذا هاي شيء هذا. هاي هم لها قصة ثانية. هذا الماسك من يلبس المريض هاي الأطفال. من يلبس المريض يضوج منه. لأنه ساخن شوية. فبعض الأطفال اللي راغبهم أكو شخصيات كرتونية. يحبها الطفل. شو تحب أنت؟ أحب فلان شيء. نرسم على الماسك هذا الشيء ويلبسه يتقبل. ما شاء الله. يتقبل الجهاز. في الجهاز لتثبيت الطفل أثناء العلاج. تثبيت المريض. زين. الكبار طبعاً ما تسوي لهم هذه الشغلات. بس الأطفال. شخصيات مثلا باتمان وراك او شيء سبايدر مان فمنها بالطريقه يتقبلون الجهاز. ممتاز شباب من المصورين انتوا طلعوا قدامنا. احنا هسه عندنا مريض جوا ما نقدر ندخل. الجماعه اكسري نيوز مراجعين هذول ابن المراجعين. اي نعم نقدر نحكيهم خلينا نشوفهم. شوف الليهم لا يحبون يجون خلينا نسالهم هذول نبدا نشوفهم. هذا هسه حاليا اكو مريض. شوف هذا نيوز وهذا إشعاع يعني إشعاع مو بنسبة خطورة عالية جدا على لا على أي واحد ما عدا المريض. المريض طيب هذا نيوز. نعم الموظف الموجود جوا شلون التقنيات لعزله يقدر يتعامل ويا المريض يعني ملابس بدون. خاصة لا هي غرفة بها جام وطريقة التواصل بينه وبين المريض وإذا احتاج يقدر يلبس ملابس خاصة تحمل موفرين لهاي طبعا متوفرة وهي وهي من ضروريات العمل. هذا شنو هذا هو محل السيطرة على الجهاز نقدر نطب. نعم فوت لي شباب هنا. هاي راح ندخل هنا يمكم. هاي الناس تشتغل هنا شنو اختصاصات؟ اختصاصات فيزيائية وأطباء اختصاص علاج إشعاعي بالأورام. على مستويات عالية جدا خبرات. مرحبا شكرا. الجهاز يقرأ ما ينتج الكمبيوتر يقرأ ما ينتج الجهاز. هو هاي تسلسل يعني إحنا يجي المريض يدخل على هاي بيانات المريض والتشخيص. كل مريض إلى ID خاص به يعني أي. رقم تعريفي ومعلومات خاصة بكل مريض. أي. يعني هسه أنا من أجي عندي معلومات المريض الرقم مالته اللي هو مو لأي مريض ثاني غيره بالإضافة إلى الصورة والأشياء التعريفية مالت المريض نفسه. التقنية الطبية عنده قصدك كفايل. أول ما يجي المريض الفايل يفتحه عن طريق الدكتور فالدكتور يحوله على المفراس. المفراس يسوون المعالجين المفراس ويا الطبيب يخططون المكان اللي محدد اللي هو رسمه الدكتور مكان الورم اللي رسمه الدكتور بعدين يتحول على الفيزياء اللي هي تصير البلان. البلان هي طريقة العلاج اللي هي الترتيب اللي يصير على الشكل هذا انه انا جاي اخذ هذا الشكل اللي على المكان تتعالج. المحدد هاي الان الصورة اللي هسه هاي عندي مريضة هذه اللي هي عندها بريست كانسر اللي هي سرطان الثدي. فهاي المريضه هي هاي الخطه المرسومه تجيني كامله مره على الدكتور وعلى الفيزياء كامله اجي انا كمعالج همين اصور اللي تصويري الخاص اسثبه واكمله. فعندها عده جوانب ياخذونها من زوايا حتى هاي الزوايا ما احافظ على الاعضاء مثلا القلب احافظ على الرئتين هاي الاشياء لازم احافظ عليها انا بمجرد انه انطي بس قد الورم. فهاي هو التخطيط مالتها. بس عندنا عربه التخدير قسم الاطفال ما يقدر نمنع الحركه مالته فعندنا أطباء تخدير ينزل في قوائم معينة ينطي المريض تخدير بحيث هاي يسمونها عربة التخدير ينطي تخدير ويتم المعالجة تحت التخدير العام. انطيني هذا لك تحكيني إنه هذا الجهاز الإمكانية كم مريض ممكن أن يأخذ يومياً؟ هلا نحن تقريباً باليوم بين 40 إلى 50 مريض يومياً بكافة على هذا الجهاز من كافة المحافظات ومن كافة الأعمار ومن كافة الأوزان. يعني 40-50 مريض. قد مدة المريض هنا على الجهاز؟ حسب الحال. يعني ماكسيمم. يعني توسط حساب. يعني عندنا حالة اسمها الحالة IMRT هي نحن الوحيدين تقريبا المنطقة الجنوبية وحتى المنطقة الشمالية ما عدا كم دقيقة يحتاج؟ يعني تقريبا 5 دقائق 6 دقائق هذا الماكسيمم. إحنا إدارة العملية هي راح تقلل وقت الانتظار. لا مو انا اروح الى سؤال اخر. الجهاز هذا اذا رسوه يعني عندك 40 حاله 50 حاله في 6 دقيقه
تمام. هنقسمها على 60. تمام. يعني تطلع تقول 6-7 ساعات. راح اقطع حديثك بس لك من الساعة 5 فجرا بلش. للساعة 5 فجرا نبتدي. يتحمل الجهاز؟ طبعا يتحمل. يتحمل. هاي صار 4-5 سنوات يعني من بدت الانظار تتوجه لهذه المنطقة. فيجينا من كل المحافظات. جد هذا نسبة حداثة الجهاز؟ هذا الجهاز نعم الأستاذ محمد يقدر. طيب هذا صنع في 2010. شو المنشأ؟ أمريكي فاريان، شركة معروفة جدا يعني فاريان. ايه؟ الجهاز يتميز بكفاءة عالية جدا وما موجود في يعني في كثير من الدول يعني. فالجهاز بمتانة وبكفاءة ويتحمل شغل يعني. احنا الاستاذ قال لك 40 الى 50 مريض في فتره من الفترات، وصلنا 80 مريض اليوم. هذا جهاز خاص بدقه شمس انه زرع الدم. يمكن نتائج في حاله اذا كان نزرع الدم اليوم في حاله 24 ساعه في حاله اذا كانت الزرعه بوزيتيف، واذا كانت نيجاتيف بعد اسبوع تطلع النتيجه ان شاء الله. بس مبين انه خاص بزرع الدم. بس قديم. لا مو قديم، هذا جهاز من محافظة البصرة 2017. هسه قبل ما إذا أعطتك يا محافظة البصرة، أنا دا أقصد قد مستوى مواكبته للتطور. شنو صدق إحنا جاي نريد نطالب نريد هذا هذا بس مو قديم هذا دكتور سلام؟ لا مو قديم، هذه أجهزة البارت اللي أكتبوا هذا وإضافة الجهاز البايوتك اللي هنا من الأجهزة اللي مقرر من وحدة الصحة العالمية ومعتمد سواء كان بالبصرة أو مركز الصحة العامة بغداد. إيش كم حالة تقدرون يوميا تستخدمون بها هذا الجهاز؟ مشرف بي يعني ريك كامل، هسه إذا فتح لنا ريك كامل شيء 30 أو 40 كيس أو عدد معين كل ريك يعني بهذا يعني كل ريك بياخذ عدد معين من السامبلات اللي نقدر نشتغل بها. النتائج كلش قد تطلع؟ النتائج هي في خلال 24 ساعة تبين تحت إذا كان بوزيتيف أو نيجاتيف يعني أو نيجاتيف. هذا شنو هذا؟ هاي شرط حاضنات، هذه حاضنة وهذه حاضنة تحتاج زبون سي أو 2. احنا في بعض الأمراض نحتاج نعرف نوع البكتيريا إضافة إلى يا مضاد حيوي يشتغل على هاي البكتيريا يسمونه زرع الجماعة المتعارف. هذا إيش قد مستوى التشخيص مالته يكون دقيق؟ هذا 100% هذا يعطيك إنه هو نيجاتيف أو بوزيتيف يعني إذا كان يعني ينمي لك البكتيريا أو موجبة. نعم. من يصير زرعة موجبة نتراها نسوي الفترات ثانية نستخدم إنه نزرع على أطباق نزرع على 3 أطباق وانه نخلي جهاز ثاني نقيس بيه سواء كانت البكتيريا هذه سالبه او موجبه يعني نوع البكتيريا العلاج المناسب لها. الحساسيه المواد الاوليه اللي انتم تستخدموها اثناء التحليل موجوده المواد زينه يعني مناشئ اكيد مناشئ البايوميركس شركه فرنسيه البايوميركس تقول بها انتم؟ نعم بتقبل الاجهزه والمواد هذه يعني معتمده من قسم من منظمه الصحه العالميه ما تقبل غلط. ما تقبل غلط. نروح نشوف البقيه يا شباب. يلا ان شاء الله. يلا خلينا نشوف. تفضل استاذ. هسه احنا بعدنا ما زلنا شوف اذا عندنا جهاز البايو كيمستري اي نشوفه. هذه ياس شنو هاي؟ هاي الشكر نسوي لهم فما معتزين لانه هو كل عزلاتنا نجد المطابقه لا بدي اشوف حتى شهادات دكتوراه دكتوراه ماجستير يعني اكو لا احنا مختبرنا مختبر متميز